تقول دخلت المملكة بالطائرة ونية الإحرام ونيتي ألا أحرم بالطائرة وأريد الإحرام من الميقات، لكن قدر الله علي أن تجاوزت محاذاتي للميقات بالطائرة دون تلبية ولبست الإحرام وذهبت إلى المدينة ولبيت من الميقات، هل علي شيء؟ إذا كنت أحرمت في الطائرة، تعديت الميقات وأحرمت في الطائرة، فإنك دخلت في العمرة بنية الإحرام، دخلت في العمرة. الواجب أن تكمل العمرة، ولو ذهبت إلى المدينة أنت محرم، أنت محرم ولا ينفعك الإحرام من المدينة، لأنك محرم كما ذكرت في الطائرة بعد ما تعديت الميقات، فيكون عليك فدية، تؤدي العمرة ويكون عليك فدية ذبح شاة تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء، وإذا لم تستطع تصوم 10 أيام.